السلام عليكم، كي صبحتوا مزيانين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة. اليوم غادي نوجد معكم الدجاج بالدغميرة ديال الأعراس. عندي دجاجة ولكن غندير غير دجاجة. غاد عندي دجاجة سبق لي غسلتها بالملحة والليمون، هانتوما كلها نقية. وعندي في التوابل عندي قزبر والمعدنوس، عندي الليمون مصير حيت غير اللب، الثومه، سكينجبير، الابزار، الخرقوم، وزدت معاه شويه ديال الملون باش تعطي اللون. الملحه راه سبق لي هذه غسلتها بالملحه. الليمون راه فيه الملحه، تنصاوب ونشوف ما نزيدش الملحه باش ما تجيش ملحه. غادي ندير شويه ديال الزيت مخلطه، عندي الروميه والبلديه. غادي نصايب هذا الشيء كله وغادي نشرم الدجاجه ديالي كلها من الداخل، ما نخلي لها حتى شي بلاصه اللي ما نشرملهاش باش تجي زوينه. انا غادي نشد الدجاجه نتاعي، غادي نشرملها من الداخل. هانتوما هادو بالفخاد، هانتوما بالفخاد. هنا ثم ما خليت لها حتى بلاصه، ها انتم كاين جلد ما تخليو لها حتى بلاصه اللي ما تشرملوهاش فيها. غادي نجمع الدجاجه ديالي نرجع معكم. عندي البصله ديالي، درت 4 البصلات كبار ولكن ما غاديش ندير كلش، غادي ندير غير فرش الطيب هاد شويه هادي حتى نحيد الدجاجه ديالي باش ما تنطيعليش. غادي ندير هاد شويه اللي بقى لي ديال المعدنوس والقزبر، وهاد القنيصات راه غادي نديرهم قطعتهم غادي نديرهم مع الدجاجه يطيبوا. وهاد الكبده غادي نخليها، غادي نسلقها بشويه ديال الزعفران نخليها تسلق وعاد نقطعها حتى لاخر لحظه وغادي نصاوبها. الدجاجه ديالي ها هي، غادي نصايبها. غادي نزيد عليها هذيك التسقويمه اللي بقات لي، وغادي نزيد شويه ديال الماء، ما غادي نزيد حتى شي حاجه، غادي نزيد نص كاس ديال الماء. غادي نرد الدجاجه نتاعي طيب، ومره مره ما غاديش نحيد يدي، غادي نبقى كنتشكها بالسلك ديال الشوا، غادي نبقى نتشكها من الصدر منها ومنها باش يدخلها الطيب ودخلها المريقه ودخلها البصله ودخلها كلشي. نرجع معكم. الدجاجه نتاعي ها هي كتغلى، كنجيب السلك كنتقبها من الصدر هكا، زعما مره كندير لها تقيبات هكا. دابا عاد غادي نزيد نص كاس ديال الزيت مخلط روميه وبلديه. علاش درتو تال التالي؟ باش ما يصايبليش البصله وتلصق لي. هذه هي الطريقه باش ما نحيت غير دجاجه وحده باش ما تلصقش. دابا غنزيدو نحيت البصله راها طاحت، وكنبقى مره كندور هكا صافي. نخلي الدجاجه ديالي طيب، وكنتمنى تدعموني، واللي مازال ما دخلش القناه ديالي يدخل ويشوف. وراني كنقدم غير حوايج بسيطين، كنتمنى ينال اعجابكم وشكرا بزاف. هانتوما هاد الدجاجه ديالي طابت، مابقاش كيخرج منها كاع الماء. باش تعرفوا الدجاجه طابت ديروا هكا السلك، كيخرج منها لا ماء لا حتى شي حاجه ناشفه. غادي نحيدها ونرجع معكم. الدجاجه ديالي حيدتها، البصله اللي كانت عندي باش غادي ندير بها الدغميره، بزاف كتعجبني الدغميره واخا غير دجاجه وحده كندير الدغميره بزاف. ها هي، وغادي نخليها حتى طيب البصله، وغادي تشوفوا الدغميره كيفاش غادي تجي. غادي نرجع معكم.
التغميره ديالنا هي كتشحر، ما كنحيدش يدي منها، مازال حتى تولي حمراء. والكبده ديالي هي سلقتها وقطعتها مرصويات حتى لاخر لحظه، حتى نشوف التغميره ديالي حتى سلات ورجعت قهويه. عاد غادي نرمي هذوك الكبدات والزيتون، غادي نغسلو مزيان ونرميه مع هاد التغميره. بقاو معايا وكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، وغادي تشوفوا خطوه بخطوه. ما كنحيدش، انا كنتحرك والبصله ديالي كتحسن. وكنشكركم وبقاو معايا. هاد التغميره ديالي هي كتوقف كما نتوما تشوفوا. هذيك الكبده اللي سبق لي سلقتها مزيان بحال اللي تقول طابت، انا غادي نزيدها دابا كبيدات ماما. وعندي الزيتون اللي غسلته بالماء الطايب، واللي تغسلته شللته بالماء البارد شي ثلاثه المرات باش ما تبقاش فيه هذيك الملحه. وحتى نبغي نطفي على الدغميره ديالي، مازال بغيت نوقفها مزيان، ندير لها الدغميره ديال الاعراس. عاد غادي نكب فيها الزيتون، ماشي ندير الدجاجه ونصايب، غادي ندير الزيتون في الدغميره باش كتسلق فيه داك الدغميره حتى هو، وكيجي لذيذ وزوين. ملي كتاكلي كتاكلي الزيتون حتى هو مدغمر، داخله فيه الشرموله، داخله فيه كلشي. ونتلاقاو معكم في صحن التقديم. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم. ها انتم الدغميره ديالي كيفاش رجعت، شوف كي تبدل اللون ديالها. غادي ندير دابا هذاك الزيتون صافي، وغادي نطفي عليه ونتلاقاو في صحن التقديم. الدجاجه ديالي وجدات، درتها في صحن التقديم، درت لها ريسه زينتها بالليمون، وهنا درت الدغميره اللي بغى يزيد واللي بغى الاخر، ورافقتها بشلاضه ديال الفلفله. الفلفله شويتها وشويت الماطيشه، شويتها على البوطه وشويت الماطيشه ودقيتها، ما درت لها حتى شي حاجه غير المليحه وشويه ديال الزيت البلديه، وكتجي روعه منها ما كان. هي المفضلة مع الدجاج المحمر.